أشكر الرب من أجل يوم جديد وبركة جديدة من الرب في برنامج يعود فيحيينا. أشكر الرب إن الرب بيجدد وعده لينا بالبركة، إنه أبقانا لليوم عشان نعلن بشارة جديدة وخبر جديد لناس محرومة وناس محتاجة. ومن إكرام الرب لينا إن يبعت أخويا إميل فوزي الكارز اللي النعمة بتستخدمه وروح القدس بيتقل عليه في كل حتة بيروح فيها في العالم. أشكر الرب لأجل وجوده معانا في الجمعية في بني سويف، جمعية خلاص النفوس في بني سويف، وعلى الكرمة مباشر اللي لينا وعد من الرب إن يستخدمه زي ما استخدم داود قدام جلياط. يستخدم الروح القدس أخويا إيميل اليوم فيمسك بالمقلاع ويهدم كل جلياط واقف قدام الشاشات حاجب الناس وراه وقاعد بيعاير صفوف شعب الرب. أنا واثق إن إيميل فوزي هذا الإناء اللي مختار ونافع للسيد موجود اليوم عشان يعمل كده النهاردة من قبل السماء، والرب آمر لي بالبركة. بشكر الرب لأجل المهندس المبارك بيتر ساويرس اللي في قلبه أن يخدم الرب وفي قلبه أن يعلم مشيئة الرب، واليوم لينا وعد من الرب أن يقف برضه زي داود ويسبح للرب عشان يطرد كل روح راضي جه على شاول، كل روح راضي جه على كل مشاهد. الرب أعد أخويا بيتر اليوم أن يلقي التسبيحات الخاصة. حلقة جديدة وممكن تكون أخبار صادمة ليك، لكن في الأخبار الصادمة في أمجاد قادمة. بس لازم الرب يوضح والروح القدس يفضح كل صدمة كل إعاقة عشان نتمتع بالأمور الأمجاد اللي جاية. هللويا. وإحنا بادئين بحلقة زي كده لابد إن إحنا نيجي ونسبح مع المسبح الجميل أخونا بيتر بالتسبيحات خاصة اسم يسوع. هللويا. ربنا سيدنا الرب ولينا. هللويا. قبل ما
نسأل يا أخوي أميل، هنقرأ جزء كتابي. اتفضل. استأذنك. أعمال الرسل أصحاح 5 ومن عدد 1: ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر بذلك، وأتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك، ولما بيع لم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكم اتفقتم على تجربة الروح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. أخويا أميل، الرب قادك أحداث صادمة وأمجاد قادمة. بشوف في الحادثة ديت حادثة من ضمن الأحداث، يعني استراتيجية عدو الخير هي حتى يعني عبر السنين بتحصل معانا الأيام دي. بتهيأ في نفسي إن أنا أخفي، يعني بطرس بيقول لحنانيا أنت بتخفي عن الروح القدس، مش علينا إحنا، في غش. أنت مش شايف إن الصدمة دي نفس هي الصدمة اللي موجودة الأيام دي؟ أنا بشكر رب جدا لأجل كل المشاهدين الموجودين قدام تلفزيون، وكل الحبايب اللي على الفيسبوك، وكل الحبايب الموجودين في الاستوديو، وأخونا الجميل بيتر وترنيمه العزب، والترنيمة الأولى هو بيعلن أنت مليكنا. احنا بنعلن عن ملك الرب النهاردة، وبنعلن عن سيادته، وبنعلن عن إله يرق الشعب ويرق للكنيسة. وبشكر رب لأجلك جدا يا أخي باسم، أنت من الأشخاص اللي نقدر نقول النهاردة قلبه يحب يشجع ويبارك، لكن أنت قلبك قلب كبير. مش قوي يعني. لا، قلب كبير وقلبه مخلص وقلبه طيب. إيش. وقلبه متميز وقلبه بيحب الرب بكل أمانة وبكل تواضع ومحبة وتضحية. رب يحفظك والرب يحميك ويكمل معك بيت قوية وزرع ممدودة مع أختنا فيبي مع كل الأولاد. شكرا. ونفس الطلبة لأخونا بيتر والأسرته وخدمته. وأنا بشكر رب لأجله إن إحنا لما كلمناه، يعني عايز أوفي الكلام ده على الهوى، لأن كانت المدة قبلها ب 48 ساعة. أيوه. وكان جاي من مهرجان احسبها صح، ويمكن أبسط كلمة تتقال إن هو المفروض يكون جاي متعب فعايز يرتاح، أو جاي من أجازة فعايز يرجع لشغله، أو جاي من مهرجان كبير جدا في حلقة بسيطة زي حلقتنا. فأشكر رب جدا من أجل أخونا بيتر ومن أجل محبته ومن أجل إخلاصه للرب وللبرنامج وللمشاهدين، إن هو يكرم الرب كل عمره وخطوات حياته. أخ بس أنت بتشاركني وكل المشاهدين إن الأيام اللي احنا بنعيشها دي يعني ملهاش وصف، يعني مش عارفين نوصفها. يعني لو أنت النهاردة تعلمنا أو تساعدني نوصفها بإيه، يبقى عملت فيها معروف. ما مش هتتوصف زي غير اللي الرب قادك فيه، انها احداث صادمه. يعني عارف انا شاعر، وكل يوم بيعدي علينا، ايوه، بنختبر ملك الرب ورعايته حمايته حفظه قدرته عظائمه، بس ما زلنا شاعرين ان احنا الكنيسه كانها حمامه في وسط غابه. حمامه بسيطه جميله مسكينه، لكن كل يوم شايفة في الغابة قوة الوحوش وصوت الوحوش، أعمال الوحوش، الأسد من جهة، النمر من جهة، الفهد من جهة، التمساح من جهة، بس هي في غابة، الحمامة في غابة ملهاش مكان
منفصل. يعني احنا عايشين في عالم قال عنه الكتاب قد وضع في الشرير. كل يوم بنثق في الراعي الأمين وبنثق في مدى قدرته ومدى مواعيده الحقيقية والنفاذة. بس أرجع وأقول كل يوم لينا لقاء مع العالم بصدمات وأخبار صادمة وأحداث صادمة وأصوات صادمة. بس الرب وعد أن يحمي الحمام، وعد أن يضمن طيرانها، وعد أن يضمن تغريتها، وعد أن الحمامة في وسط الغابة تقول له أنت مليكي، أنت مليكي. وسط الغابة وصوت الغابة وأحداث الغابة وحوش الغابة وافتراس الوحوش، المليك بيقول للحمامة ما تخافيش، الوضع صادم لكن أنا الراعي الأمين. وهيجي يوم من الأيام والغابة دي تتحول إن الحمامة تبقى على أرضيتها وفي سماها وما فيش حواليها ولا وحش ولا مفترس. أنت مش ملاحظ إن الرب بيقودك إن في ناس خايفة ومرتعبة قدام الشاشات؟ يقينا يا أخي. بس وما أقدرش النهاردة، يعني أنت وأنا من دقايق كنا بنصلي في الغرفة وكنا بنطالب الرب بهدوء لينا والهدوء للمشاهدين. لا أخفي عليك ولا على المشاهد، العواصف شديدة طبعا، تيارات العالم شديدة، أصوات العالم شديدة. وأنت كنت بتبكي في الأوضة، أنا سامع في قلبي زمان لما حصلت حادثة في بداية التسعينات، وكانت الحادثة دي في سوهاج، ومات أعداد من المسيحيين بمؤامرة العدو. أيوة. فسمعت الترنيمة القديمة بتاعت الأخ جرجس معوض اللي هي بتقول له خليك معي، دي البرية صعبة عليا، خليك معي خليك معي، ده أنا ما أقدرش أسير فيها الوحدية، خليك معي. وأنا برنمها شعرت أني ده صوت الكنيسة، وكان ده بداية التسعينات مع أحداث مرعبة بتزيد بعد مرور 30 سنة، بتزيد بشكل وبآخر، بتزيد الأصوات اللي الصادمة والأحداث الصادمة. ففي خوف طبعا، طبعا في خوف، في خوف وخوف مستدير، خوف من كل جهة وعدم أمان من كل جهة. بس لما بدأ الجميل أخونا بيتر النهاردة سود علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان، وهو بيصليها وبيرنمها وبيدعو الرب فيها، أنا بقول له يا رب سود على كل خوف فينا، سود على كل جزع فينا، سود على كل رهبة في القلوب، سود على كل أصوات فيها مؤامرة للعدو، سود على كل محنة بيمر بها شخص، سود على كل مؤمن مش عارف ينام من الخوف ومن الورطات ومن الأحداث، سود على كل أم خايفة على ابنها أو بنتها، سود على كل شخص عيل هم مرض حبيبه، سود علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان. ربي في بداية الحلقة، ربي يا مليك النفس، ربي يا مليك النفس، ربي يا مليك النفس، سود على كل خايف يا رب، سود على كل ضعيف القلب يا رب، سود على كل ضعيف القلب يا رب، سود على كل من يرى مصدر طبيعي انه يخاف وبالفعل هو خايف، سود يا رب، سود يا رب. نكلم الخايف، اخوه الخايف، مفيش عنده اي صنيع، مفيش في اليد اي علاج يا رب، لكن النهارده بنؤمن انك انت علاج الخايفين، انت صاحب اللقاء مع كل خايف وخايفة يا رب. ابدأ الحلقة الآن يا رب، ابدأ الحلقة الآن بمقابلاتك الأبوية والرعوية، بمقابلاتك الحانية، بمقابلاتك الحانية، بمقابلاتك اللي مليانة بالحب، والحب يطرد كل خوف معشعش ومخزون في القلوب يا رب. اتقابل النهاردة يا سيدنا مع أم خايفة على أولادها، اتقابل النهاردة مع أب محتار مش عارف يدبر أمور أولاده، اتقابل النهاردة مع اللي خايف من بكرة، اتقابل النهاردة مع اللي خايف من عيون الناس، اتقابل النهاردة من اللي خايف من
تهديدات أصابته خلال الأسبوع ده أو الوقت اللي فات. اتقابل النهاردة مع بنوتة مش عارفة تكتم خوفها نتيجة ورطات معينة. اتقابل النهاردة مع إيد قصرت أو إمكانيات قصرت يا رب. اتقابل النهاردة مع أشخاص خايفين من المستقبل لأن النهاردة اتصدموا في تدبيرات مشروع أو تدبيرات مادية. اتقابل النهاردة مع كل الحبايب اللي موجودين في فلوريدا وخايفين من أخبار الأعاصير ونتائجها. اتقابل النهاردة مع إخوتنا اللي موجودين في بيروت وفي لبنان يا رب. اتقابل النهاردة مع مجتمعنا العربي في كل دولة. اتقابل النهاردة مع بلادنا المصرية. اتقابل النهاردة مع شعب مع شعب اتقال عنه قديما وما زال مشتت لا راعي له. أيوة. اتقابل النهاردة. أيوة. مع مكسورين ومنبوذين ومطروحين. اتقابل النهاردة مع أيادي ممدودة وليس لها من يعطي وليس لها من يشفق. اتقابل النهاردة مع دواخل اتشرخت من كتر الأحداث الصادمة. اتقابل النهاردة من مع عيون لا ترى إلا كل مشاهد صادمة وكاسرة للحياة وللأيام وللمستقبل. اتقابل النهاردة مع أشخاص ما عادوش شايفين أي غرض يعيشوا لأجله يا رب، لكن النهاردة المع في الحلقة دي يا سيد الأرض كلها، المع بملكك يا رب، المع أمام العيون أيها الراعي، المع أمام القلوب أيها الراعي، المع أمام كنيستك أيها الفادي، المع أمام شعبك يا من أنت المنقذ، المع أمام الصغار والكبار يا من أنت الحل الوحيد لنا، المع النهاردة أمام كل مريض يا من أنت الشفاء وصاحب اليد التي تبرئ في لحظات، المع النهاردة أمام أسرة الأمراض والأوبئة، المع النهاردة أمام أماكن فيها الخزي والعار والوجع والشكوى، المع النهاردة أمام أحداث ألعنها العدو الردي إن دي أحداث صادمة كائنة وستكون، لكن النهاردة بنؤمن في الحلقة أن المجد قادم يا رب، المجد قادم يا رب، الذي وعد أمين، الذي وعد أمين، الذي وعد صادق عن قريب. الحمامة اللي مش لاقية مستقر لرجلها، مش لاقية مكان لأمانها ولا طمأنينتها من وسط الوحوش وأصواتهم وأحداثهم وأفعالهم، عن قريب جدا ستخطف الحمامة على سحاب المجد العظيم. يا سيدنا الرب طمنا النهاردة، طمنا يا رب، أمن النهاردة، أمن القلوب، أمن الدواخل. قول بصوتك العالي الرقيق، أيوة العالي الرقيق، إن جاي، جاي بمجد عظيم لمن ينتظرك ومن يصبر لك. حط إيدك النهاردة وطبطب على كل النفسيات يا رب. حط إيدك النهاردة وطبطب على من خارت قواه يا رب. حط إيدك النهاردة وقول بصوتك العالي إنك ما زلت في المشهد الصانع العجائب العظام وحدك. قول بصوتك العالي، قول بصوتك العالي أن فوق القوي الأقوى. قول بصوتك العالي إن سيسود المشهد اللي جاي أنت وحدك ولا سواك، لا يشاركك شريك، لأن أنت الأقوى والأعظم، أنت الأقوى والأعظم، أنت الأقوى والأعظم، أنت الأقوى والأعظم، أنت الحق والحقيقة، أنت النور، أنت البهاء، أنت المجد، أنت صاحب القدرة العجيبة. كل أوهام يا رب في الدنيا، وإن كان عايز يوهم شعوب الأرض إن حقيقة، لكن ما فيش حقيقة غيرك أنت يا سيدنا، أنت الحقيقة الوحيدة. خلي عينينا تستقر عليك في الحلقة وبعد الحلقة، ونشوفك وإنت بتيجي على الأمواج والعواصف والبحر وكل مصدر الاضطراب، ويصير هدوء عظيم.
باسم المسيح يسوع ولك كل التعظيم. أمين. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواك، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت ليها خاف وانا معاه، خيري في مضمون وكافي كل ايام الحياة. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستراك من الريح وايدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، من هداني للمراعي، من حملني على منكبي، لا عواس للي نادوله للي يتكلوا عليه، دي الأسود بتجوع ولكن يشبع ناظرين إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستراك من الريح وإيدي ما ضل في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. أخويا أميل، الخبر الصادم وأخويا بيتر بيرنم الترنيمة وأنت بيقودك الرب في الصلاة، الخبر الصادم ان في وسط الاحداث دي تسمع وعود الرب ان معاك. ايوه. الخبر الصادم للناس اللي قاعده بتئن، الرب بيرسل ليها كلمات. ايوه. ده خبر صادم للي قاعد وبيرسي وحاطط ايده على خده. ايوه. وبيقول خلاص خربت. ايوه. وما فيهاش امل. انت مش شايف ان دي من الاخبار الصادمه على راس الشيطان؟ على راس الشيطان. ايوه 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 ايوه. اشكر رب جدا، واسمح لي طبعا، انا امبارح وانا بشوف دموعك واحنا بتقابل مع شخصيه مسكينه بتلبس اللبس الاحمر وبتنتظر الاعدام، انت امبارح كنت بتبكي قبل ما نتقابل معاها واثناء ما احنا بنتقابل معاها، سجين بينتظر الاعدام أو سجينة بتنتظر الإعدام، لكن أديك أنت على الهوى وأنا على الهوى، ربما حكم الإعدام ده يكون بعد أيام أو أسابيع، لكن أنت كنت شايف امبارح سجينة بلبس أحمر؟ لا. كنت شايف؟ كنت شايف إن سجينة النعمة غيرت. هللويا. واستعدت. هللويا. فينفع الوضع الصادم يرمي علينا كل كلماته، كل ما أرادوا العدو على الأرض، يعني واحدة تكون لابسة لبس الإعدام ومنتظرة الموت، وكانت بتكلمنا امبارح إن هي عارفة رايحة فين وواثقة رايحة فين، لأن في وسط السجن وبعد كل أفعالنا اللي ممكن تصدر منا أو أفعال العدو اللي يرميها علينا، لابد إن احنا نرى الرب في الجدوب. هو طعام، هو مضمون،
هو مضمون، الرب مضمون. النهاردة الرب في الخطر مضمون، الرب في المطر مضمون. أنا وقفت قدام الثلاث كلمات دي، في الجدوب أو في الخطر أو المطر. يرمي علينا العدو أي صدمات، بس الرب في وسطنا الراعي المضمون، الراعي اللي نجري عليه بكل طاقتنا وكل قلوبنا، ونقول له يصنع العدو ما يصنع وأنت تفعل مشهد مختلف يا رب. النهاردة حضرتك بديت وأكيد بتشاركني بكده، لما نبص كده كلنا ككنيسة، يعني كبير وصغير، أوضاع صادمة، ظلم بينتصر أحيانا، أوضاع صادمة، أمراض بكثرة، منها اللي تشخص ومنها اللي ما تشخص، واللي تشخص يمكن ملهوش علاج. أوضاع صادمة، كسرة من يئنه. أوضاع صادمة، كسرة الأحداث الغريبة في الطبيعة. أوضاع صادمة، كسرة اختلاف وتغيير أخلاق البشر. أوضاع صادمة، كسرة ما نسمعه من أخبار عالمية ودنيوية في بلاد حروب، أخبار صادمة، محاولة إبليس تفتيت المجتمع الصغير الأسري. أوضاع صادمة، كسرة الخيانات. أوضاع صادمة، كسرة عملية تغرب أب عن بيته أو العكس. أوضاع صادمة، كل صباح أنت متوقع تقرأ على الفيسبوك ميتات شباب بسن صغير. أوضاع صادمة، اقتصاد رايح جاي زي المرجحة، مش بس في بلادنا المصرية، في كل العالم. أوضاع صادمة، قيادات عالمية مش عارفة تلاقي مستقر وحلول لمشاكل دولية أو مشاكل محلية خاصة بدولهم. فأوضاع صادمة في كل مكان ومع كل مجال، أوضاع صادمة أخي باسم. فأنا بتصور لو في حاجة جلبية مثلا متقطعة كذا تقطيعة وبتحاول أنت توديها للترزي مرة تانية علشان تلاقي حل، فالترزي يقول لك حاجة من الاثنين، يا ما تجريش تاني لأن ما لهاش حل الجلبية دي، لأن من كل التمزيق اللي فيها ما أقدرش أعملك حاجة، يا إما الترزي ياخدها منك ويقول لك خد الجلبية الجديدة دي وانسى القديم. فغالبا النهاردة الحبيب سيد الأرض كلها عايز ياخد الجلبية القديمة اللي اتملت بالتقطيعات والتمزيقات ويبدلها. عشان كده النهاردة بنقول في مجد قادم باسم المسيح. بس قبل المجد لازم نفضح خطة طبعاً إبليس. طبعا أنا وياك. لا نجهل أفكاره طبعا، وعشان نفضح إبليس لازم نبين من ضمن الأخبار الصادمة، وإن كان زي ما أنت قادك الرب إن أخبار صادمة على رأس إبليس إن الرب يرسل الرعاية، بس في تأهيلات طبعا. أنت اتكلمت عن الحالة اللي أنا اتشرفت إنك تاخدني معاك. العفو، ده أنت اللي خدتني. لا أنت اتشرفت إن أنت تاخدني معاك عشان أشوف عمل النعمة في وقت وصل للحالة النهائية، وإزاي الرب تحول إن يقتنس من يد العدو. هللويا. اقتنسها من يد العدو. بس عشان نقول الكلام ده، احنا مش عايزين كل المشاهدين يوصلوا للحالة ديت. أيوة. احنا عايزين نفضح صدمات إبليس عشان يجي الناس تيجي تجيبها على مذبح الرب وتكشفها، ورب يجي أمين. بعلاجه فيشوفوا الأمجاد اللي جاية. أمين. هو أنا ليه ذكرت الأمر ده بعد إذنك؟ يعني واحد واصل لدرجة الإعدام وهو يختبر نعمة الله في السجن من غير وعظ ومن غير أشخاص، إن تدوق الشخصية يعني إيه إله يزور ويغير المشهد الصادم. هبدأ مع حضرتك اللي قريته لنا في أعمال 5، وحنانيا وسفيرة ما بين موتتهم 3 ساعات. يعني هو دخل وقال كلام باطل ومات، والكتاب حدد وبعد 3 ساعات. يمكن ال3 ساعات اللي الرب إداها فرصة لها هي عشان ما يبقاش مع سبق الإصرار والترصد، إن يمكن في ال3 ساعات دي هي تغير اتجاهها. لكن الكتاب وصف المشهد الصادم ده اللي ما زال موجود لغاية أيامنا دي إن هو مشهد الغش، المشهد اللي ما فيهوش الحقيقة. وأول مشهد صادم سواء اجتماعي أو كنسي أو دولي أو أسري، أنا نفسي أقوله على الهواء بكل بساطة، يعني
ليه كثرت عملية الغش؟ ليه كثرت عملية عدم الوضوح؟ ليه كثرت عملية إن لا يكون ما في القلب هو اللي ظاهر على اللسان، لكن ما في القلب شيء ومظاهر شيء؟ فالمشهد الصادم كسرت وجود الغش في الأرض، كسرت وجود الغش وسط التعاملات البسيطة أو التعاملات الدولية. يعني المثل اللي كان بيتقال زمان وما زال بيتقال، وشك وشك جفاك جفاك. يعني ما عارف ما ليه انتشر الغش، عشان نقدر نقول إن ده مشهد من المشاهد الصادمة. بس الوحيد اللي أنا أقدر أقول لم يوجد فيه غشا، رب يسوع، الرب يسوع المسيح. فالنهارده لمن يغش أو للمغشوش، أنا عايز أكلم الطرفين، للغش وللمغشوش، نتيجة نقف وقف التأني ونسأل ضمايرنا أمام من ليس فيه غشا ولم يوجد فيه غش، هو ليه الغش يا خمس وليه انتشر وبلا سبب؟ يعني محدش، يعني محدش طلب منهم يعملوا كده، بس تقريبا ده بقي فيروس بيربيه الشيطان في الوقت الأخير أو مع بداية الكنيسة لغاية دلوقتي وماشي بيه. بس ازداد جيموندو، وازداد، أنا معك، ازداد جدا جدا جدا. إني مش واضح، مش واضح اللي في القلوب، مش واضح اللي في القلوب. بس النهاردة مش عارف أقول لك ومطمن، مش هيجي قلب مغشوش ولا ضمير مغشوش ويرجع عن غشه إلا قدام المراية. بعيد عن المراية، ده بيغش ده وده بيغش ده. بس هو جاي النهاردة إن كسرت عملية الغش وسط الأسرة، كترت جدا عملية الغش الأسري، عملية الغش ما بين أصدق مشروع في الدنيا، الزواج، الزواج ما بين زوج وزوجة، أجمل مشروع أرادته السماء على الأرض ورفضه الشيطان، أكتر مشروع أراد الرب فيه الحقيقة والوضوح، أكتر مشروع أراد فيه الرب الصراحة والأمانة والإخلاص. بس إذا الشيطان ابتدى يرمي من زمان ورمى، ورميته كانت رمية فيروس يكتسح ما أرادته السماء، غش الدواخل وغش الأزواج لبعضيهم. أنا بشوف النهاردة في الحلقة وأكون أمين معاك، ومش هقول المشهد غامق، لكن يا لكسرة غش أزواج لزوجاتهم والعكس، يا للكسرة. بس في الحلقة دي مش عارف هل ممكن يتقابل الرب مع مغشوش فيطيب خاطره ويدويه؟ هل ممكن الرب يتقابل مع زوجة غشت الفترة اللي فاتت واتكسرت من غش زوجها أو غش شريك العمر؟ هيتقابل الرب مع زوجة خلال الفترات اللي فاتت، الأسابيع اللي فاتت، مقهورة ومش عارفة تتكلم مع مين لأن تم غشها من اللي كانت شايفاه أنه هو مصدر الأمان والصدق والإخلاص؟ هل يقدر الرب يتقابل النهاردة مع زوج برضو أصابه، اللي بنحكي عن زوجة مغشوشة، أصابه كسرة ووجع وقهرة لأنه اكتشف غش زوجته، وكان الغش بالنسبة له أبعد شخصية ممكن يتغش فيها هي زوجته. فإذا تغش الزوج أو تغشت الزوجة، ليس لنا النهاردة أي شخص طيب القلوب، وعفوا في اللفظ، لا ينفع أب كاهن مع تقديري واحترامي الكبير، ولا ينفع أسيس بروستانت، ولا ينفع مرنم، ولا ينفع شخصية مهما كان درجتها أو منصبها أو حكمتها أو عمرها، لكن ينفع ربنا يسوع النهاردة، ينفع زيارة ربنا يسوع المسيح للغاش وللمغشوش. مين النهاردة يوصل للمغشوش الرب؟ مين يوصل لمن يغش الرب؟ ويوقف الرب الضماير، يوقف الرب الضماير وقفة سماوية باسم المسيح. يا رب ليكن لقاء النهاردة باسم المسيح يسوع لقاء يسترد 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 من اتكسر من الغش، من اتقهر من الغش، من ظلم من الغش. ألا تأتي، ألا تأتي سحابة مجيدة يا رب، ألا تأتي سحابة سماوية بلقاء سماوي من شخصك يطيب قلب المغشوش ويداوي كسرته ويداوي ويعصب جرحه. أؤمن يا رب، أؤمن يا رب، أيوة يا رب، أيوة يا رب، تيجي النهاردة بلقاء سماوي عظيم
في وسط مشهد الغشة وتصنع رحمة عظيمة تطيب تترفق تداوي تشفي تبرئ تطبطب على قلوب اتغشت ووجعها. آه يا رب على وجع من تم غشه. آه يا رب لكن النهاردة أوصل 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 لنفس ونفسية تم غشها أسابيع أو شهور أو سنين. النهاردة يا رب زيارات لأسر اتكسرت، زيارات لعلاقات اتفتتت، زيارات النهاردة لزوج وزوجة أراد إبليس نهاية استقرارهم نهاية ارتباطهم، لكن بنقول يا رب أنت تعيد للبيت سلامه، أنت تعيد للزوج أمانه، أنت تعيد للزوجة أمانها يا رب. ارجع وداوي الأمر بحكمتك، ارجع وداوي الأمر بقدرتك، ارجع وداوي الأمر بقولك، ارجع وداوي الأمر بقولك. ما ينفع في المشهد ده إلا أنت يا رب، ما ينفع في المشهد ده إلا أنت يا رب. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك يا رب. النهاردة في وسط مشهد الغش الزوجي، الغش الكنسي، الغش الخدمي، الغش اللي بيتشاف ويتسمع ويتحس ويتلمس، تعال يا رب تعال يا رب تعال يا رب تعال يا ربنا يسوع المسيح. تعال وقف بنفسك، تعال واحكم بنفسك، تعال ومد ايدك يا رب، تعال ومد ايدك يا رب، تعال ومد ايدك يا رب، تعال واصنع المستحيل. قلوب مغشوشة تتشفي، قلوب بتغش تتوب، قلوب كان الغش صنعتها وكان الغش منهجها وكان الغش طريقها وكان الغش إدارة الأيام والحياة. النهاردة بنصلي حط نهاية للغش، حط نهاية للغش، حط نهاية للغش. وقف قدام من يغش وجهه، وجه الضماير اللي بتعيش الغش بصورة كثيفة. يا رب يا رب يسوع النهاردة في الحلقة، النهاردة في الحلقة، النهاردة في الحلقة بسلطان إلهي ندعوك يا رب حط نهاية للغش الأسري والزوجي والكنسي والاجتماعي. ضع نهاية ضع نهاية ضع نهاية لقلوب بتطلبك. أنا متأكد في مشاهدين النهاردة جايين بيطلبوك بكل طاقتهم بكل طاقتهم بكل طاقتهم. ارفع غطاء الغش وحط غطاء الدم، ارفع غطاء الغش وحط غطاء الدم، غطاء الدم، غطاء الدم، غطاء الدم، غطاء الدم، فيتبدد كل غش موجود في الحياة باسم ربنا يسوع. آمين آمين. قلبا نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله وفد بروحك داخلي جدد سبل الحياة طهرني من خطايا قلبي مرضي أمامك يا الله طهرني من خطاياي وقد أنت خطاي وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله. أمين أمين. يطهرنا الرب ويطهر كل مشاهد. الصبح صليت صدقني يا أخي باسم
ولأول مرة صليها من معرفتي للرب 33 سنة. قلت له أنا مش كذبة. أنا مش كذبة. مش كذبة. مش كذبة. مش أنا مش عايز أكذب، أنا مش كذبة. النهاردة إبليس عايز يخلي ناس تعيش الكذب لأنه عايز كل حياتها تبقى كذبة. هو شايف إن ده مشروع كذبة. بس ما بين واحد مخدوع من الشيطان فيغش، وما بين واحدة مجروحة من الغش، أو شخص مجروح من الغش، النهاردة الرب بيقف في النص ما بين المخدوع اللي بيغش وما بين المجروح اللي تغش، ويداوي الاتنين. يقول للأولاني عايزك حقيقة، أنت مش كذبة. عايزك مشروع سماوي، أنت مش كذبة. عايزك حقيقة، أنت مش كذبة. ويقول للي تغش فيما بعد تعيش في حضني فتتمتع بجمال عوضا عن رماد الغش. أمين. أمين. فأنا بكرر على مسمعك. أمين. أمين. وأنا تحب أقول لك وأقول لنفسي إحنا أمين. مش كذبة. إحنا مش كذبة. إحنا مش كذبة. إحنا مش كذبة. أبدا. أنا مش كذبة. أنا مش كذبة. وعايز أعليها النهاردة، ما أعرفش مين بيسمعها، بس النهاردة وأنا بصلي صباحا حب الروح القدس يسمعها لي. أنت مش كذبة. أنت مش كذبة. وبالتالي ما تعيش لا كذب ولا غش، لا تصنعه ولا تقبله. بس يا أخي ميل في قصاص إلهي طبعا، في عدالة إلهية طبعا. يعني بطرس لما قعد يتكلم مع حنانيا، حنانيا وقع ومات. أيوه. لكن لما بطرس اتكلم مع سفيرة، بطرس أعلن قضاء الله. أيوه. يعني مش بطرس اللي أعلن قضاء الله في حنانيا، أيوة، لكن بطرس أعلن قضاء الله في سفيرة. أيوة. هل إحنا في الكنيسة محتاجين الأيام دي؟ مين اللي يلقط ويشوف عمل الروح القدس وسلطان الروح القدس عشان يعلن القضاء الإلهي؟ أشكرك. أنا مع حضرتك هاخد السؤال، بس اسمح لي قبل السؤال فرد. في مشهد صادم عارف مش شايفين له سببية، إن نتات الشباب كتيرة الأيام دي. يعني حنانيا وسفيرة ربما كانوا شباب، ربما كانوا شباب، إن يموت الزوج والزوجة بينهم 3 ساعات، وإن كان المشهد ده مشهد قضائي، بس انتشار حالات الممات الكتير ده، وانتشار أخبار 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 موت الشاب ده، موت الشابة دي، ذبح الشاب ده، قتل الشاب ده، اختفاء البنت دي، ظهور جثة فلان ده. احنا كنيسة، احنا كنيسة الحمامة اللي بتشعر. مش عايزين الاخبار دي كل ما تنتشر على الفيسبوك تبقى بالنسبة لنا ايه، عادي، مجرد اخبار، مجرد اخبار. لا، ده يخلينا نقول ايه المشهد الصادم ده، كثرة انتشار حالات الموت انا بشوفها الايام دي، مشهد يخليني انا كمؤمن اسمح لي أقف بكل طاقتي بكل طاقتي بكل طاقتي وأقول له اديني حضن للشباب يا رب الأيام دي، اديني حضن للشباب، نتكلم للشباب بكل طاقتنا، نحذر ونحضن ونعطف، نداوي، نلحق، ننقذ. في شباب بيموت ضحايا مش كده؟ أي. وفي شباب بيموت قضاء. قضاء. صح كلامي مش كده؟ صح. صح. في شباب بيموت ضحايا، ربما أم النهاردة ما تلاقي ابنها ضحية، والأسبوع ده واللي فات شفنا شباب ضحية. صح. طول عمر لكل أولادك طبعا، بس أنا يعني في همس داخلي في الروح القدس إن في أباء وأمهات مع المشهد الصادم لرحيل أولادهم أو قتل أولادهم أو قتل بنوته. الأسبوع ده في بنوتة اتقتلت في القاهرة عمرها 19 سنة، ضحية. يمكن طلب مني ما احكيش التفصيل، وأنا هحترم الرغبة دي، بس أنا لما شعرت بالحادثة ومدى قسوة إبليس فيها ومدى تأثيرها على الأم المصدومة من رحيل البنت، قلت يا ترى كم أم، ويا ترى كم أب، يا ترى كم عم، يا ترى كم خال، يا ترى كم أخ، يا ترى كم أخت اتصدم، وكانت صدمته قريبة جدا، لأن اللي رحل ده أخوه أو أخته أو أبوه أو ابنه. هل الأخبار دي عادية ولا الأخبار دي؟ ما أنا مش عايزها تكون عادية،
أنا خايف لألا تبقى عادية وده يبقى مشهد صادم ثالث، إن أخبار الميتات مشهد صادم وقبولنا واستقبالنا ليها بقي صادم، لكن إحنا ما زال جوانا، بص ما زال جوانا أحشاء، أحشاء ابن الله الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أنا ليه طلبت طول العمر لولادك؟ عشان بعد دقيقة أو دقيقتين أنا عايز حضرتك تصلي، تصلي لأجل أسر وأمهات وأباء رحلت أولادهم ضحايا، يمكن ضحايا التربية، يمكن ضحايا لمجتمع، يمكن ضحايا لصدقات، يمكن ضحايا لإغراء العدو، يمكن ضحايا لمشاريع بنسمع عنها الفترة اللي فاتت وما زلنا بنسمع، مشاريع أثار فبتموت شباب، مشاريع سلاح فبيموت شباب، ويجي الخبر للأمة أو الأب يعني كهرباء صاعقة، يعني يمكن ما يعرفش عن ابنه أي حاجة كانت في الفترة اللي فاتت. فالمشهد الصادم موت، ده موت قضائي، بس الفترة اللي فاتت في موت ضحايا، في موت ضحايا، ومستحيل أقبل أنا على قلبي ككارث، صدقني أبدا مش هقبل ككارث أشوف كل فترة أو كل يوم خبر لولد أو بنت بموته واختفائه ودبحه أو موته من غير أي سبب وأقول ده شيء بإعادي، لا ده مشهد صادم يدعو قلب الرب ككارث ويقول لي لا أنت تلحق شباب، أنت تصلي من أجل شباب، أنت تصلي من أجل أمهات، أنت تصلي من أجل أباء، أنت تصلي من أجل أخوات، أنت تصلي من أجل إخوة، لأني العالم مفلس أن يقدم للمشهد الصادم ده أي حلول. العالم ما عندوش أي حاجة، عنده إعلانات كل يوم، عنده تأخيرات كل يوم، ما يقدرش يجي مع المواقف الحقيقية ويعمل حاجة، لكن الكنيسة تقدر تعمل حاجة. طب صلي يا أخي. لا أنا عايز حضرتك اسمح لي ووصل كل مشاعرك اللي على قلبك كأب، وفي الحلقة دي أنا طالب من الرب وسط المشهد الصادم اللي أم بتعيشه بعد رحيل ضحيتها، يمكن قد يكون الابن الوحيد، يمكن عمره بدايات العشرين، يمكن اتغدر بيه، يمكن اتغدر بيها زي موت حنانيا وسفيرة، بس بدل مشهد قضائي مشهد ضحايا، ده كتير جدا وصادم جدا الأيام دي، لكن مين يداوي أم اتشرح قلبها أو أب اتشرح قلبه؟ لناش في الحلقة دي إلا ربنا يسوع يروح يزور كل التشريحات القلبية ويلئمها بإيده. يا رب احنا جايين قدام جلالك مناش غيرك، مناش غيرك يقدر يداوي القلوب ويقدر يعالج ما أخرب العدو. يا رب احنا قدام مشهد مفيش حاجة تنفع فيه غير تدخلك، يا رب روحك القدوس وحده اللي يقدر يداوي يا رب ويعزي. يا رب المكتوب عنك انت الروح اللي بتعزي، انت الروح المعزي. انت يا رب عايزينك وطالبينك لكل ام ولكل اب لكل بيت، يا رب لكل بيت جايين قدام جلالك وبنترجاك. ايوه يا رب بنترجاك يا رب انك تيجي بحضورك يا رب المشهد غامق، لكن أيوة. انت تستطيع، انت اللي تقتدر يا رب ان كان المفقود كبير والمفقود عظيم، لكن ما فيش غيرك يستطيع ان يوصل لاعماق اعماق القلوب. يا رب احنا مش بنقول للناس كلام بنسكن ضمائرهم ولا بنخدعهم، لكن بنقول على اسمك. انت الاله القدير، انت اللي ماسك زمام الامور كلها، حتى لو كانت اخطائنا هي السبب، حتى لو كانت بلايانا هي السبب، لكن جايين يا رب عند قدميك الكريمتين ونقول لك احنا اخطائنا وابائنا اخطأوا وأولادنا أخطأوا، لكن جايين كما نحن لشخصك الكريم المبارك. يا حبيبي جايين عند الصليب يا رب في هذه الفرصة، جايين وبنقول لك المشهد ده ما ينفعش غير يسوع المسيح. أنت اللي تتصور أمامنا وفي بيوتنا وعلى كل أم،
كل أم متحيرة أيوة. ليه وتقول ليه يا رب أيوة. كل أب أيوة. وكل نفس أيوة يا حاول رب. عدو الخير يرسيها ويأخذها بالبعد عنا أيوة. لكن جايين يا رب نوقف كل أعمال للعدو أيوة وكل معطلات ونقول أيوة. كفاك يا عدو كل بر أيوة. كل عناد أيوة. كفاك يا عدو بكل بر كل عناد احنا أيوة. جايين عند شخص ربنا يسوع المسيح أيوة. بهذه البيوت لتعود أنت من جديد فيها أيوة. ممكن يجي مجد عوض عن الرماد يا رب أيوة. أنت اللي تعملها أيوة. أنت اللي تعملها أيوة. يجي فرح عوضا عن الحزن أنت اللي هتعملها أيوة. أنت اللي هتعملها مش بتسكين لكن بعمل إلهي حقيقي وعشان كده بعظمك سيد المسيح لأنك تتعظم في هذه الحلقة أنا بشكرك يا رب أن في هذه الحلقة يا رب افتقاد لأسر افتقاد لأسر تعود من هذه الأحداث لحضرة جلالك تعود يا رب تنضم عند قدميك الكريمتين وتطلب وجهك من كل قلوبها وأنت تتاح ليها وتستقبلها بيدك الحانية المسقوبة على الصليب فتظهر بقوة خاصة أنا بعظمك وأباركك يا رب لأن غش العدو بيفضح في هذه الحلقة أنا بعظمك وأباركك يا رب لأن كل محاولة لمحاولة ستر مجدك في هذه الحلقة تتلاشى لأنك بتتمجد بقوة غير عادية في اسم ربنا يسوع المسيح أيوة يا رب أيوة أمين بس مين. وانت بتصلي أيوة. من حوالي 20 سنة أنا فاكر أسرة كانوا متجمعين يمكن عددهم 15 أنا فاكرهم كويس جدا يموت شاب صغير وسطيهم بفعل جرعة مخدرات يموت شاب صغير تزعل عليه الأم والأب فينفصلوا خرج 3 من الأسرة من بيت واحد بعد كده يموت شاب تاني في سن الأولاني بفعل حاجة شبهها بكده يحزن عليه أبوه فيموت يحزن عليه الجد فيموت يحزن عليه الجدة فتموت فيتحول المشهد البيت اللي كان فيه 15 فرد فرحانين يضحكوا عايشين مع بعض لمشهد بيت دلوقتي عارف زي ما بيقول كده أطلال فوانت بتصلي بتقول مشهد الموت إبليس حكم بقى بص بمعادلة صعبة جدا إن ولد يفقد أو بنت تفقد بعد كده أم تتقهر عليه فتعيش أيامها اللي جاية كلها مهورة عليه لغاية ما تموت يبقى فقد وفقد فقدت الابن وفقدت نفسها وفقدت نفسها أو حكم ثالث بقى بص حكم ثالث إن الولد يموت فالأم تتقهر عليه فتبتدي توجه ملامات الإدانة للزوج أو للأخت أو للأخ فالبيت يتفتت فتتفاجئ ببنت تترك المسيحية أو ابن بيترك المسيحية إيه ده يا رب ده عشان يكتمل المشهد الصادم شخص يموت وشخص يموت شخص يموت وشخص يدين شخص يموت وبيت يتفتت شخص يموت وبنت تغير شخص يموت وأب يغير من كتر التعيير مش قادر يعيش في البيت فعارف المشهد أحكمه إبليس أراد أن يحكمه حكم يعني صلب لكن زي ما أنت كنت بتصلي النهاردة يجي الرب لكل أب ويجي الرب أمين. لكل أم أمين ويقول لها بدل ما تكملي رحلة المشهد الصادم بملامة ووجع وقهرة أو إدانة للغير أو كسر التعيير لمواقف الغير لا خلينا نوقف مشهد الصدمة الأول بموت ولد أو بنت ونيجي للمسيح يداوي القلوب أمين 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 إحنا عايزين أمين. الرب أمين يجي الرب تفضل يجي. تفضل وقت لما تكون صعبي حبا عن عين السماء
حكايتك فوق المحال يا رب. أيوة يا رب. أيوة، وحده الرب اللي كلمته فوق المحال. أؤمن، أؤمن يا رب، أؤمن. هو اللي يستطيع. أمين. وهو اللي يقدر. بس عشان هو اللي يقدر وهو اللي يستطيع، لابد إن إحنا نديله الفرصة. أكيد أكيد. بيحترم حرية الإنسان. طبعا طبعا. بس الإنسان اللي بيعوق. أيوة. الأمر ده. أيوة. فإحنا عارفين الكلام ده كويس، بس بنشوف برضو أخبار صادمة إن بتجرى آيات وعجائب ولم يكسر أن يلتصق بهم حد. أيوة. أنت مش شايف إن دي صدمة؟ حضرتك بتتكلم على عدد 13 من إصحاح 5. أيوة. يعني في آيات وفي عجائب. أيوة. وفي شعب شايف وشعب سامع. أيوة. وما ارتبطش بالرب. أيوة. إزاي الناس اللي قاعدة قدام التلفزيون أنت عايز وبتطلب وبتتعزى وتقول له عايز أتعزى أو عايز أتقابل وأنت عارف الآيات والعجائب ما فيش غيره، زي ما كان أخويا بيتر بيرنم وحدك يا يسوع. على اعتقادي البسيط، أنا بقول على اعتقادي البسيط إن واحدة من الأسباب دي تخليني أشوف وأسمع وما أخدش قرار التوبة، إن في قوة شديدة من إبليس الأيام دي لأنه يعلم إن زمانه أخير، فبكل طاقته الأيام دي منع الكثيرين من أخذ القرار. ففي ناس ضحايا لشغل شيطاني مرعب. بس اذا كان الشيطان كده، الناس اللي قاعده قدام الشاشه يقول لك خلاص انا اهدنه. ما عشان كده احنا في الحلقه دي هتتفتح عيون لاشخاص سمعت ورائت بالرب قبل كده بس ما خدتش قرار التوبه. فالرب في نعمته الغنيه العظيمه يروح جايب احداث من ضمنها الحدث اللي احنا فيه ده. واخونا بيتر بيقول له انت وحدك تستطيع. لو شخصية منعت الفترة اللي فاتت مرارا وتكرارا، سمعت وشافت وحست بس ما خدتش قرار التوبة، ينفع النهاردة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 نفس الشخصية اللي شافت واللي سمعت واللي اتمنعت من التوبة تصرخ قدام التلفزيون وتقول له أنت وحدك تستطيع. ولو الصرخة دي طلعت من القلب يقينا هنقول النهاردة مبروك، يقينا ربنا هيهد ويكسر يد العدو. يقينا 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 يقينا. بنصلي النهاردة ونؤمن ونصدق ونثق إن النفوس اللي اتمنعت مع إنها سمعت مع إنها شافت سنين طويلة، حضرت، اتوعظت، لمست أحداث، قعدت مع مصادر للكرازة ولسه القلب ممنوع من الشيطان، النهاردة بنصلي يا رب إمكانية العدو تنهار أمام قدرة يدك. النهاردة بنصلي الحب والرحمة والحنان الإلهي يفيض 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 على كل نفس ممنوعة من العدو بشكل وبآخر يا رب. النهاردة بنصلي باسم المسيح يسوع، الفخاخ تنكسر وتنفلت عشرات، تنفلت عشرات النهاردة صارخة سمعت رأيت منعت، لكن اليوم سمعت رأيت صرخت، اليوم سمعت رأيت رجعت، اليوم سمعت رأيت تبت. ونسمع في القلوب ونسمع من الأشخاص شهادة إن شافت شخصك يا رب واتحضنت منك النهاردة يا رب، وزمان المنع ولا وزمان المنع ولا وبديت بداية جديدة وبداية عظيمة. النهاردة بنوصيك على النفوس في كل مكان، زمن المنع زمن المنع زمن المنع زمن المنع من اللقاء مع شخصك يقف النهاردة يا رب، وتأتي سيول تأتي سيول من حنانك ومن نعمتك ومن رحمتك
وتخترق كل سدود العدو، والنفوس دي النهاردة تجري عليك أو أنت تجري عليها يا رب، ويتم خلع أوتاد العدو من الضماير ومن القلوب يا رب ومن البيوت يا رب، باسم المسيح يسوع. أمين 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 في اسم يسوع. بس شوف موانع من في الجزء ده عملها الشيطان بدون سبب. يعني حضرتك سمعت امبارح الشابة الجميلة وهي بتقول لك كنت في الكنيسة وكنت بحضر كنت بسمع، بس قالت جملة خطيرة، قالت أسمع وأحضر أسمع وأشوف أسمع بس ما خدتش الرب. قالت كده قدامك سنين سنين، يعني مربوطة الرأس مربوطة القلب مربوطة الضمير، وضع صادم إن أعداد كبيرة الأيام دي تسمع كتير وتحضر كتير ومهرجان حسابها صح ونهضات في كنايس وأيام الحصاد وتكليف كرازي وصفحة جديدة ونهضة في المكان الفلاني والأخ الفلاني والأسيس الفلاني وعبارة وجوه الكنايس وعمل فردي يتعامل لها، ورغم كده الرب عصب العيون وربط القلوب. لكن النهارده انا بصلي باسم المسيح، اذا النفوس دي منح العدو وكتب عليها ايام وسنين المنع، النهارده ياتي البطل السماوي ربنا يسوع ويرفع سنين المنع بلقاء افتقادي جبار عظيم خارق مخترق للدواخل، لا يقف قدامه انسان ولا يقف قدامه شيطان. وشهدت البنت دي ان رغم ان انا كنت في الكنايس لا اسمع، لكن جوه السجن ابني الرب. قالت كده قدامك ولا لا؟ قال. ففي النهايه الرب اخ أيوة. النهاية الرب أقوى. يتقابل النهاردة مع النفوس. يعني معنى كده إن في ناس جوه الكنائس كانت بعيدة. طبعاً. في ناس بتاخد الأسرار المقدسة وهي بعيدة. طبعاً يا أخي باسم طبعاً. يعني المشهد اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي وبتذكرنا بيه ده بيأكد ده عملي بقى، دي حاجة عملية. أيوة. يعني رغم إن الرب قال عليها لكن في حاجة عملية حصلت فعلاً شفناها بعينينا. أيوة. رغم جوه الكنيسة لكن بعاد جداً عن الرب. أيوة. مرنم قال له في ناس على اسمك ايوه وهم ناكرينك بس طيب. المشهد يتغير المشهد الرب يغير باسم المسيح يسوع. وممكن سبب تاني ان النفوس بتشوف وتسمع، خايف اقولها لك يعني، واكتفت بالرصيد ده، مش عايز ادفع فاتوره سيري مع المسيح. يعني عايز اسمع واشوف لعل الرب يمشي الحياه كما ارغب، يعني علاقة مصلحة. في ناس كتير عايشة بالمنهج ده، أحضر وأسمع علاقة مصلحة لكن مش عايزه هو. يعني زي المشهد القديم، ناس حواليه يقعدوا معاه وقال لهم كنتم يعني كان مفروض تشوفوا بالخبز لكن أنتوا كنتوا ماشيين ورايا لأجل الخبز. ولما أعلن إن هو الخبز الحي بيقولك أعداد كثيرة رجعت والله. رجعت ده ابتدت تمشي لأن واجههم بالحقيقة، أنتوا عايزين من إيدي ولا عايزين أنا؟ فالوضع الصادم الأيام دي إن ناس كثيرة عايزة من إيد الرب وتعيش برغباتها وحياتها وطرقها ومسلكها. الكبير ورافض الرب كده، إن كان هو كريم وبيدي بس ألا يرق القلب كفى ناخد من إيد العاطي ونرفض شخصه؟ ليه ما يحصلش النهاردة المشهد الصادم يتغير؟ سنين طويلة عايش لغاية الأربعينات من عمره والخمسين عايش مع ربنا بالمصلحة، يطلبه فيديه الرب، خرجني يخرجه الرب، يشفيني يشفيه الرب، يعمل العملية دي يعملها له الرب، حل الأزمة دي حلها له الرب. بس أنا أستحضر ضميري وضمائر المشاهدين، ألا يأتي الوقت المشهد الصادم إن نفضل نتعامل مع الإله الكريم العظيم بمبدأ المصلحة ولا يرق القلب إن يتفتح القلب واختاره نصيبي؟ وليه ما يكونش النهاردة يا أخي باسم مواجهة للنفس وقول للرب أنا عايزك أنت أنا عايزك أنت أنا عايزك أنت أنا عايز أعيش معك أنت، العمر اللي باقي ليك أنت، الوقت اللي باقي ليك أنت، بختارك أنت بختارك أنت بختارك أنت بختارك أنت يا رب بختارك أنت. أرفض منهج المصلحة وأعيش النهاردة منهج التوبة، أعيش وأنا قايل أنا له ولغيره لن أكون. فأنا شايف أمرين بيتحكموا في الناس عشان يكون المشهد صادم، ناس بتشوف وتسمع ومنحها الشيطان بقوة، مشهد بشوف واسمع
لكن أنا بعيش مع الرب بالمصلحة. بس النهاردة الرب يغير المشهد ده باسم المسيح. مين في اسم يسوع الرب يغير المشهد ده؟ بس أنت مش شايف يا أخويا أميل في الغش اللي بيستخدمه الشيطان رغم الآيات والعجائب لكن بيخفي المشهد الآيات والعجائب دي عن الناس؟ حضرتك قلت أول مشهد منتشر صادم الغش. ثاني مشهد صادم بيعمله الشيطان إن نرى ونسمع ولكن ما بنعيش ملتصقين للرب. المشهد الصادم الثالث إن الناس بتشوف الآيات والعجائب، أنا أقولها لك إيه يعني، كأنه وضع طبيعي، حاجة عادية، كأنه وضع طبيعي. يعني ربما أقول إن كل ما العين تشوف، يا أخي باسم، كل ما العين تشوف آيات وعجائب كل ما تعتاد عليها. بس المشهد الصادم في وسط الآيات والعجائب، قال الكتاب جملة خطيرة في عدد 16، بنشوف آيات وعجائب بتحصل مع الغير. بص، بنشوف آيات وعجائب بتحصل مع الغير، ومازال في أعمال 5 عدد 16 معذبين من أرواح نجسة. أنا أخذ بس اللفظ ده، تسمع قد إيه الأيام دي عن معذبين؟ رد عليها حضرتك. كتير جدا، وازداد عدو الخير وتمرده وازداد استغلاله في الأيام دي بطريقة بشعة. يعني نقدر نقول في الحلقة دي إن مشاهد التعذيب صادمة جدا. معذب 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 معذب. طب ما احنا بنقول للمعذبين توجد آيات وعجائب. هو أنت سمعت امبارح الحوار إن آخر 3 شهور أنا بعمل حاجات أنا رفضها؟ أي 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 ده آخر تعذيب. 3 شهور ده تعذيب. ألا يكن ده هذا عذاب؟ عذاب. 3 شهور آخر إيه ده؟ يعني عذاب. لما كنا وإحنا قاعدين بنتكلم بسألك عدو الخير بيعمل إيه في اللعبة، يعني إيه الغير، الحاجة اللي بيحببها جوه الناس تتعلق بيها؟ هو بيخسر فلوسه في قمار وبيخسر ايه الحاجه اللي جواه بيغير بيستغلها عدو الخير؟ شكرا. النهارده واحنا قبل الحلقه كنت بقول لحضرتك الكلام ده، الشيء اللي بنتحرم منه واحنا اطفال بيلعب عليه الشيطان بالكذب ان ده نوع من الحريه وانت ما عشتهاش. ده كان نوع من الحريه وانت ما عشتهاش، فيزرع جوانا حرمان. متى ملكت اليد مال، بص، متى ملكت مال أو حرية ظروف، تلاقي نفس الشاب ده ونفس الشابة دي عايز أعمل اللي أنا منعت منه واتحرمت منه، فتلاقي بسهولة يصرف المال ده في المخدرات، أو يصرف المال ده في المشروبات الكحولية، أو يصرف المال ده على العلاقات النسائية، وهو يعلم، بص، يعلم، وهو يعلم إن النتيجة بين قوسين سيصير ضميرك معذب، لياليك معذبة، يعلم. بس عارف أنا الشيء اللي اتحرمت منه عايز أجربه، نفس التعبير اللي قلته لحضرتك، خرج الدين لتنظر بنات الأرض. اعتبرت الحالة اللي هي عايشة فيها في بيتها مع يعقوب عبارة عن إيه؟ قيود. طب أنا عايز أشوف البنات عايشة إزاي. فالتربية والأصول سمها لها الشيطان إيه؟ قيود. والأوتاد اللي حطها الأهل في القلب سمها الشيطان إيه؟ عدم حرية. فمتى ملكت الفرصة هي عايزة تعيش هيجان ضد الأمور دي، تكون النتيجة إيه؟ معذبة من تصرفاتها وسلوكها وأرواحها الشريرة أو الروح الشرير. النهاردة كم نفس متطلعة؟ النهاردة كم نفس معذبة؟ كم نفس معذبة من الخمرة يا أخي بس؟ كتير. كم نفس معذبة بضياع المال في الأمور الردية؟ أنا كنت أقول لفظ صعب على الهواء دلوقتي. كم نفس معذبة من اتساخ الخطية؟ كتير. كم نفس معذبة من جلسات القمار ودوائر القمار؟ كم نفس معذبة من برشام تمنوا بمئات الجنيهات؟ كم نفس معذبة ضميريا؟ كم نفس معذبة جوه أسرتها؟
كم نفس معذبة أنا أنت ديك بتسمع وتشوف وأنت بتتحرك، كم نفس معذبة يحق لي في الحلقة دي وأنا على الهوى يا رب أنا 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 كم من اللي سمعته عن عذاب فلان وفلانة والشاب ده والشابة دي، حط حد للعذاب النهاردة يا رب، حط حد لا يعيش المعذب عذابه ولا تعيش المعذبة عذابها. إن كان في سنين قال عليها الشيطان أنا ضحكت عليه وخدعته وسميت اللي كان فيه عبارة عن قيود وعدم حرية فعذبته وعيشته أيام العذاب، جه الوقت يا رب عشان تترفق بالنفوس تعطف يا رب، تيجي النهاردة بوقت تسميه وقت قادم بمجد يرفع كل صدمات العدو. يا رب بصلي بصلي مع أخي باسم وأخويا بيتر وكل مشاهد ومشاهدة، كل المعذبين كل المعذبين كل اللي عايشين المشهد الصادم من عذاب الضمير، من عذاب الماضي، من عذاب الخطية، من عذاب الكحوليات، من عذاب الخسائر المالية، من العذاب البرشام المخدر، من عذاب الاتجاهات والعلاقات الغير مشروعة، كل اللي معذب كل اللي معذب وسفينته معذبة وأيامه معذبة وليالي معذبة، يا رب جه الوقت النهاردة تغير مشهد العذاب بعمل سماوي للقلوب، حرر النهاردة من العذاب، حرر النهاردة من المعذب، حرر النهاردة من المعذب، حرر النهاردة من المعذب. أنت الإله اللي ترفع العذاب وترفع المعذب. في الحلقة دي بنعلن عن الإله العظيم، الإله القدير، الإله الرحيم، الإله المتحنن. لما رأيت الجموع معذبة، لما رأيت الجموع مشتتة، لما رأيت الجموع دامعة، لما رأيت الجموع منكسرة، مكتوب تحنن يسوع. يا رب في الحلقة دي تحنن على المعذبين، تحنن على اللي عايشين في عذاب، تحنن على اللي أيامهم عذاب، تحنن على اللي أيامهم عذاب. اليوم غير المشهد، اليوم ابدل ليالي العذاب بفجر سماوي يا رب، ابدل ليالي العذاب بنور القيامة باسم المسيح، نور القيامة يسطع للمستقبل اللي جاي يا رب. عند المساء يبيت البكاء لكن في الصباح ترنم، اللي أيامهم أيام مساء وبكاء وعذاب يتغير، يتغير الوضع بصباح جديد مليان بالفرحة والهتاف والانطلاقة. افتح القلوب النهاردة، افتح القلوب النهاردة، اسكن القلوب النهاردة، قول كلمة فيشفى المعذب باسم المسيح يسوع ولك كل التعظيم. أمين أمين. يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك إيدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب. يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك إيدين اللي زل ولا تنساش اللي تاب.
أيوة قبل ما يمنحنا الرب صلاة. أيوة. مش شايف إن من ضمن الصدمات إن يكون في غيرة؟ أيوة. ويكون أيوة اللي مستخدمين يترموا في سجن العامة. حضرتك بتقصد أعمال 5-17 كمان. أيوة 17 و18 إني في مشهد صادم كبير إن الأرض امتلأت غيرة. أيوة. غيرة 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 الغيرة الأيام دي غيرة خادم من أخوه، غيرة أسيس من أخوه، ده في الوسط الراقي الوسط الخدمي، غيرة شابة من أختها. وعلى فكرة اللي بيستغله الشيطان جوه الكنيسة بيستغله أكبر بره. أي يعني يبدأوا بالكنيسة ويعني وتستغل بره الكنيسة بالأقوى. أيوة عشان عارف تعبير الرسول وهو بيقول لتيموثاوس لاحظ نفسك. عدم ملاحظة نفوسنا أمام مراية الرب يوميا ممكن تدخل الغيرة فتعيش معايا في الأول بذرة وبعد كده تلاقي القلب امتلأ بيها ودي تبقى كارثة. فأنا بشوف يا رب أكون غلط إن مشهد الغيرة بيملى الأرض ده غيران من ده، دي غيران من دي، ده غيران من أخوه، ده غيران من خدمته، ده بيتكلم عليه بس بيضحك معاه لو شافه يضحك معاه. وفي عيد ميلاده على فكرة يكتب له شعر أشواق لجميل الصوت كمان يحسن العزف، وده برضه خيبة تقيلة يعني مشهد صادم. من وراه لا في دخله غيور، ومن وراه بيتكلم عليه، وفي قرارة نفسه غيران، لكن لما بيتقابل معاه حبيبي وصديقي وأخي. الحاجات دي هل بتعوق عمل الله؟ طبعا يا أخي طبعا. يعني كل مشهد القلب فيه مش نظيف حكم عليه الروح القدس بعدم المصاحبة. كل مشهد القلب فيه مش نظيف حكم عليه الروح القدس بعدم المصاحبة. أنا أقول لك جملة صادمة بقى. يا ويل خدام وعاز ومرنمين ما زالوا فرحانين بالنشاط الشخصي في خدمتهم والروح القدس من زمان قال له. ده كلام كبير ده يا أخي. صدقني 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 في خدام وعاز مرنمين قساوسة قال عنهم الروح القدس لا وما زالوا شغالين. والخيبة التقيلة في كنايس قال عنها الروح القدس لا، فعارف ايه اللي حصل؟ اتسلم ده لدول. ففي كنايس اتسلمت لخدام قال عنها لا، وفي خدام اتسلموا الكنايس قال عنهم الروح القدس لا. انت عفوا في اللفظ ده بس حقيقة فيه. بص يا أخي باسم أرجوك حقيقة فيه، لأن الكتاب قال لنا كده، قال لنا وسط الأمناء في لفيف فبدل ما أنا أكون بقول التعبير اللاذع ده اللي ممكن يكون صادم بس موجود، طب ما تيجي زي ما قال الكتاب في سفر المراسي نمتحن طرقنا ونفحصها ونرجع للرب عشان نعيش حاجة حقيقية، كنيسة للرب، خادم للرب. والخادم اللي بيعيش للرب ما يعرفش غير من أخوه حتى لو كنا عايشين في خصور الجسد، لأنه ليه إله يحكمه. بس برضو في حاجة اسمها الغيرة المقدسة. الغيرة المقدسة اللي تنشي فيها أبارك أخويا يتقدم وتقدم معه، صلي من أجله وهو يصلي من أجلي، فيشعل قلبي إن اديني أعرف موهبتي واجتهد اجتهاد. لكن مشهد الصادم تمتلئ الأرض غيرة 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 غيرة. النهاردة الرب يتقابل مع اللي جواه كده. اسمي يسوع. انت جريتني الحاجة دلوقتي. انا قلبي فيها ضربني. ان في كنايس كده وفي خدام كده. بس في اله يعمل غير كده. في اله يعمل غير كده يا اخي باسم. في اله يقابل قلوب اتقال عليها لا وخدام اتقال عليها لا. ومتى رجع الخادم ده بنفس مكسورة قالت له السماء اه. يعني السماء تقدر النهارده تغير موقفها من كنيسة أو من خادم. يعني ياما واحد ماشى في سكة والسماء رفضت وبعد كده غير ورجع للرب، السماء قالت له إيه؟
مرحبا بيك، طوباك في اللي جاي. هو برضو بيغير المشهد الميت لحياة؟ طبعا طبعا، لأن يعود يرحمنا يدوس أسامنا. فأيوة، امتلأت الأرض غيرة، وفي غيرة كبيرة، وفي شكوى كبيرة من الغيرة، وفي كسرة كلمات الغيرة، وفي مواقف الغيرة، وفي بوستات الغيرة على الفيسبوك، وفي مواقف الغيرة. بس النهاردة بالنادي، ما ترجعش رحمتك لينا يا رب، ترجع رحمتك لينا النهاردة. أيوة، ترجع رحمتك لينا بمشهد. يعني أنا أعرف خادم كان جواه السماء قالت لا، صدقني يا أخي بس. وقالي في مرة من المرات اتصل بيا، رحت له بيته، قال لي من زمان كانت السماء قايل عليا لا، وانا مستمر اخدم لغايه ما كسرني قدامه. ولما كسرني قدامه قلت له انا راجع لك بكل قلبي. في اليوم اللي قلت له كده هو قال لي ايوه، هو قال لي ايوه. ما بين الوادي والجبل دقيقه على فكره، ما بين واحد في الوادي اتقال له لا، ياخد الرب على الجبل ويقول له ايوه. مش ممكن تكون بشرى في الحلقه دي؟ بشرى، في قلوب، في قلوب شعر ان الرب قال لها لا، وهو فعلا قال لها لا. النهارده نفس القلوب ترجع للرب والرب يقول لها اه. بس يا اخي ايميل برضه في طب امانه انا اسف اني بقطع كلامك، اسف. مش ممكن النهارده قلبي يتغير موقفه من ومن ومن ومن، ويجي للرب كده يقول له عايزك تستخدمني العمر اللي باقي، عايزك تستخدمني للوقت اللي باقي. أنا مفروض يا رب وسط المواقف الصادمة دي أعيش، ما دمت عندي اختبار قايل في قلبي أمنت لذلك تكلمت، مش أعيش مكتوم وأعيش أهوائي وأعيش رغباتي وأعيش مزاجي، لكن أعيش للي مات لأجلي، للي وصاني، للي أعطاني، للي مسحني، للي بدأ معايا بالروح وهيكمل معايا بالروح، اللي بدأ معايا بالروح وهيكمل معايا بالروح. احنا سمعنا وتعلمنا في اللي بدأوا بالروح وهيكملوا بالجسد، لكن النهارده الرب بيقول وفي اللي بدأوا بالروح وكملوا بالجسد وارجع اكمل معاهم بالروح، ارجع اكمل معاهم بالروح. يبقى المشهد الثالث، المشهد الاول بالروح، المشهد الثاني بالجسد، المشهد الثالث بالروح. النهارده ربنا بيعمل مشهد ثالث، صدقني يا اخي بس، مشهد ثالث. يا رب يا رب يا رب يا رب، ازرع مشهد جديد وسط المشهد الصادم. اذا في اشخاص بدأوا بالروح وعاشوا بالجسد، بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، ينفع النهارده واقفه يا رب مع كل خادم، مع كل راعي، مع كل مرنم، مع كل من كلى، مع كل من كلى، مع كل من تشوه وتشوهت دعوته، ارجع مره ثانيه يا رب بمشهد قادم عظيم سماوي. قول ايوه يا رب، قول ايوه يا رب. ادفع الكوادر من جديد يا رب، ادفع الابطال من جديد يا رب، ادفع الرجاله من جديد يا رب، ارفع ادفع الرجاله من جديد يا رب. الكنيسه تحتاج الايام دي، الارض تحتاج الايام دي، النفوس تحتاج الايام دي. ادفع بايدك القويه، ادفع بايدك القويه المشهد اللي امتلا غيره، اللي امتلا حقد، اللي امتلا عيون حاسده، لمشهد جديد مليان بالبركه، مليان بالروح، مليان بالاعتراف بجمالك علينا وعلى بعضينا. من جديد ورينا جيش الأبطال بيضم 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 أعداد كثيرة يا رب، باسم المسيح يسوع ولك كل التعظيم. أمين. أنت تعرف ما بقلبي، فهمت فكري ربي من بعيد، اختبرني وامتحن، فهمت فكري ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. فأنا محتاج لك، محتاج لك الحانية اللي كان بيرنمها دلوقتي اخونا بيتر. انا دي واصله لي، واصله لخدام كتيره،
إن يقدر خدام يقوله من جد فأنا محتاج لك، محتاج ليك يا رب توقف معايا وتغير وتعدل. أنا بديت بالروح وكملت بالجسد، بس يقينا أنا محتاج ليك، أنا محتاج ليك، أنا محتاج ليك. كلنا في احتياج ليك. أيوة أخ، بس أنا كنت بصرخ معاه أخويا بيتر وبقول له أنا كنت أنا محتاج. أنت خدت بالك من الحلو؟ أيوة. أنا محتاج لك. أيوة. حننا حننا وخلينا مشهد يؤشكد اللي يقول الكتاب، يعني رق قلبه للرب، يرقق الرب ولبنه من جديد ويقول له أنا عايز أعيش بالروح، لن أعيش أحكام أيوة. الجسد، لا بغيرة ولا مكاسب دنيوية تغور، تغور يا رب، تغور المكاسب الدنيوية أمام مؤمن مدعو، خادم مدعو. ترجع مرة تانية بص، حنيني لمن دعاني. أيوة، حنيني لمن دعاني. اسم المسيح في الحلقة دي ربما ده يكون العنوان الصادم للشيطان. حنيني لمن دعاني، حنيني لمن دعاني، حنيني لمن دعاني، حنيني للخدمة والدعوة، حنيني إن أنا أرجع تاني للسور، حنيني للمسكي السلاح من تاني، حنيني لركبي تنزل قدامه، حنيني لإيدي ترتفع قدامه، حنيني للكلام الموجود في أيوب 10، انبسطت يدك أمامه. ربما الآيات الفترة اللي فاتت بص عاشت كده تمتلئ غيرة، لكن رب النهاردة يقول لي افرد يدك، ابسط يدك، وأنا ملاهم من جديد بروحي. هللويا، املاهم بجديد بميتي. هللويا، وعد ان الرب يكشفهم. وعد وعد، امين، وعد. اخويا الحلقه بتجري بسرعه، رب يحفظك. فانا هستسمحك، انا هاخد يعني حتتين صغيرين في الصدمات. ايوه، عشان عايزين نشوف الامجاد. اتفضل. الحته اللي يعني اللي فارقه معايا، حبس العامه. اشكرك، دي على قلبي، حبس العامة. والحتة التانية عشان تنطلق ليها في المعوقات برضو، ملاك الرب. أيوة، جه وفتح الأبواب. أشكرك. طيب بكل بساطة، أنا شايف دلوقتي لما التلاميذ أخطأوا، إنجازيا نقول كده، يعني عايزين يحبسوهم، يحبسوهم في حتة يعني عارف اللي هو الحبس الديني، لكن الكتاب أقر هنا أن حطوهم في حبس العامة، سووهم باللي سرق واللي زنى واللي قتل، مع ان ما عندهمش تهمه، ما عندهمش تهمه. فانا شايف دلوقتي كم كبير جدا جدا جدا، اسمح لي، موجود على الارض، وده موقف صادم، من كثره الاتهامات والحبس العام اللي بيتعامل بعضنا لبعض. احنا في ايام اتهامات 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 اتهامات، صدقني يا اخي باسم، احنا في ايام مليانه بالاتهامات، ده بيتهم ده وده بيتهم ده وده بيتهم ده وده بيتهم. هو التلاميذ عملوا حاجه؟ ولا حاجه. يتحطوا ليه في حبس عام؟ بص يتحط، بص الشيطان يقول لك متهمين. هم مش متهمين، هم مخلصين لرسالتهم. كم من اشخاص الايام دي بتشاور عليهم باليد والعين انهم متهمين. أرفع قلبي النهاردة وأقول ربما ناس من كتر الاتهامات ابتدت تعيش اللي اتهمتها بيه الناس، يعني أرادت تشوه شخصيتها عشان الناس شايفاها كده. لا معلش يا خميل، الحتة دي تاني. في ناس من كثرة الاتهامات تنازلت عن حياتها اللي بيها عايزة توضح إخلاصها لمن اتهمها، فمن كثرة الاتهام واستمرار سنين الاتهام هي تنازلت وقالت له ما دام أنت بتتهمني كده، أو ما دام أنت بتتهميني كده، أو ما دام أنت شايفني كده، خلاص خلينا أعيش اللي أنت شايفني. بس كده يبقى في الأساس من الأول هي ما كانتش كويس. بالعكس، حتى لو كان ما كانش بيعمل الأمر، لكن انت تعرف وانت بتقول كده في بنوته في قاعده قدام التلفزيون تقول لك لا يا عمو، لا يا عمو، انا كنت من انظف البنات واحسن البنات، لكن من كتر ما بابا وماما شايفين ان انا غير الحقيقه، انا كنت محافظ على نفسي وكنت كويسه، من كتر ما قالوا عليا ان انا بتاعت علاقات، انا ابتديت امشي في العلاقات علشان
مش قادر اثبت لهم الصوره الحقيقيه اللي فيا. فمدام كده كده اتهام، خلي الاتهام يبقى حقيقه. بصدق في بنات بتقول كده قدام التلفزيون وانت بتتكلم. في شبان من كتر الاتهامات ان هم ليهم في امور رديئه عاشوا الاتهام، فاحنا في ايام صادمه. الاتهامات كتيره، وبعض الاتهامات لناس بريئه، وبعض الناس البريئه لما حاولوا يدافعوا عن نفسهم وما قدروش عاشوا الاتهام وكانه حقيقه. اسمح لي اقول لك حاجه، انا احبك وحبك جدا. ايش وانا لو انا بشاور عليك او انت بتشاور عليها وبتقول لي هتفضل في نظري متهم وانا عشمان في ثقتك فيا، انت بتكسرني. فببيع كل الارصده الغاليه عشان ما عادش عندي شخصيه عايز اثبت له ان انا من جوه نظيف. صدقني ياما شخصيات قدام التلفزيون النهارده كده من كتر الاتهامات من الحبايب ليها، فبقيت اثبت لمين ان انا كويس؟ اثبت لمين؟ اثبت لمين؟ بس ما دام الرب فضح الصدمه دي اعلن علاجها. ما انا عمال اقول اثبت لمين؟ لا انت تعرف انا واحد من ضمن الناس. انا من كتر اتهامات زمان وانا شاب عمري 17 سنه، اتهامات في منها الحقيقي وفي منها الغير حقيقي. كنت لما بحاول اثبت لابويا قبل ما عرفت الرب ان انا مش كل اللي بيوصفني بيه، وكنت الاقيه مش مصدق، بامانه يا اخي باسم كنت بعمل اللي هو اتهمني بيه. قيس النهارده كم شاب عمره 15 سنه كده و16 سنه كده و17 كده بيستسلم للاتهام الكاذب. بس الصدمه دي مش صدفه يقودك الروح القدس تعلنها. ما انا هقول لك انا هقول لك انا عشت سنتين كده او سنتين وشويه اثبت لمين ان انا كويس؟ ما انا زفت، انا زفت، انا زفت. وجيت في يوم من الايام اتخانقت مع شاب وكان يلذ ليا سواء اضرب او اتضرب، اضرب او اتضرب. ولما جيت سالت نفسي ليه الخناقه دي، قلت عشان هم قالوا عليا كده، قالوا عليا اني كذا 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 كذا، مشاغب وبتاع خناقات بس اتضربت في العلقه دي بامانه. اتضربت وعلى قلبي زي العسل. ليه؟ لاني بعدها بشويه شهور دخلت اول مره كنيسه. تخيل ان اول جمله في سر قلتها للرب ايه؟ قلت له انا انسان بايظ خربان، ليس لدي عين تشوفني ان انا كويس. سمعت في ضميري انا اشوفك بلا عيب، انا اشوفك بشغلي فيك اناء للكرامه جميل. أنا أشتغل فيك، مش أنت اشتغلت في نفسك يا إيميل؟ أيوة يا رب. إيه الإنتاج بتاعك؟ قلت له إنسان خربان. تقر إن ده شغلك وده إنتاجك، ده شغلي وده إنتاج. تسيبني أنا ابتدى أشتغل؟ واشتغل فيا يا رب. ومحلاها الصورة اللي غير بيها الرب اعتقادي عن نفسي، إن أنا إناء أسود كثير عليل، لكن لقيتني إيد خزات ملهوش مثيل. النهارده ربنا عايز وبشده، عايز وبشده يتقابل مع دواخل متهمه سواء بالحق او بالزور، عشان يرجع الرب يكرم الناس دي في عينيها ويقول لها انا شايفك غير الكل، انا شايفك غير الكل، انا شايفك بلا عيب، انا شايفك مجمل تصلح للمملكه. مش انت عريانة ومدوسة؟ انا حميكي واغطيكي والبسك وازينك وازخرفك فتصلحي للمملكة. اشكرك. النهاردة ربنا عايز يجيب ناس بص متعرية ومتهمة ان متعرية، مطروحة ومتهمة ان مطروحة، متسخة ومتهمة ان متسخة. ويعمل ايه الرب؟ يروح غاسل وملبس ومزخرف ومجمل. ولما تيجي تسأله تقول له ليه كده، يقول لك أنا بشوفك غير كل الناس،
لأن قلبي غير كل الناس، حبي غير كل الناس، رحمتي غير كل الناس، عيني غير كل الناس. ليه أنت كده؟ بيقول عشان أنا يسوع أنا النجاة. أنا النجاة. ربنا يتقابل النهاردة مع نفوس كده فيغير مشهدها اللي فيه الاتهام المزور والباطل أو الاتهام الحقيقي. وبدل الاتهام، بدل الاتهام، بدل الاتهام، يحطني الرب في صورة الكرامة والترفع وبلا إدانة وبلا اتهام. رب يسوع النهارده ربنا عايز يختم في الحلقة دي بالكلام ده، بلا اتهام. في ناس هتبقى بلا اتهام، شباب بلا اتهام، بنات بلا اتهام، رجالة بلا اتهام، أباء بلا اتهام، زوجات بلا اتهام، أزواج بلا اتهام. طب نعمل ايه يا رب؟ اتقابل مع اللي يرفع راسك. اتقابل. يعني انا بتصور الملك اللي قعد 37 سنة في السجن وكان عمره 18 سنة، لما وقف قدام الملك اللي كان عايز يكرمه، انا يتهيالي كده قال له انت مين؟ قال له انا المتهم 37 سنة. قال له انا اللي جاي يرفع راسك العمر اللي جاي. انا المتهم 37 سنة. قال له وانا جاي تاكل معايا العمر اللي جاي، تكون على مائدة كل العمر اللي جاي. بعد 37 سنة اتهام ومزلة وسجن واستعباد، ما هو الرب؟ ما هو الرب؟ مهما طالت سنين الاتهام، الرب النهارده جاي يوقفها ويصنع مشهد عظيم سماوي. طب استسمحك في العشاشات اللي الرب انظرهم واعلن لهم يعني قيود العدو اللي بيحاول يقيدهم بيها وبيصدمهم بيها، محتاجين انك انت تصلي معاهم. اؤمن مع اخي باسم، مع اخويا بيتر، مع كل مشاهد ومشاهده يا رب، ان سنين الذل، سنين الذل، سنين الاتهام، سنين الاستعباد، سنين العار، سنين الرؤوس المنكسة، سنين الدموع المخزونة والمعلنة، سنين الآهات من ظلم الغير نتيجة الاتهام، تقف النهاردة كل الحالة دي يا رب، يقف المشهد ده كله وتتقابل مقابلة الحب والرحمة والنعمة، تمسح دموع، توقف آهات، ترفع رؤوس، تكلل رؤوس، تتكلم بالخير يا رب، تقول اللي جاي أعظم يا رب، تقول ما ولى فقد ولى، تقول اللي جاي بزمان جديد وعهد جديد، تقول كلامك اللي قلته إني عامل عملا جديدا الآن ينبت. في الحلقة دي بنصلي بذرة تترمي في القلوب المتهمة، بذرة مليانة بالكرامة، مليانة بالاسترداد، مليانة بالعفو، تترمي في القلوب يا رب. قبل ختام، قبل ختام الليلة دي، البذرة دي تطلع شجرة في القلوب، والشجرة تنادى صاحبها إن من جديد الرب، الرب رفع وكرم وصفح وغفر ورفع كل سنين الاستعباد. يا رب بصلي اقبل كل المتهمين، اقبل كل المتهمين، موقف المتهمين النهاردة يستبدل بموكب المكرمين، المعززين، المرفوعين، المنتصرين، الفائزين باسم المسيح. بصلي داوي، داوي مشاعر الاتهام، داوي مشاعر المتهم، داوي مشاعر المتهمة، سواء كان بالحقيقة أو بالكذب. يا رب يا من اسمه اتهم وسطينا كتير جدا، مين يقابلها الا انت؟ مين يقابلها الا انت؟ مين يقابلها الا انت؟ وسط الحبس العام مناش غيرك انت، انت وبس، انت وبس، انت وبس يا رب. اؤمن انك انت اكيد بتسمع وطرق، اكيد بتسمع وطرق، اكيد بتسمع وتستجيب. يقينا في نفوس النهارده انت اشتغلت فيها، لانك انت الرب الحنان، ترسل كلمتك فتشفي، ترسل كلمتك فلا ترجع فارغه. كل ما صرعه الشيطان في الداخل من اتهام تبدله انت بكرامه السماء وارصادات السماء. اشكرك لانك تستجيب. امين امين. اسود كثير عليل، لقيتني
جزاف ملوش مثيل، صرت في يدك إناء أبيض جميل، أنا إناء أسود كثير عليل، لقيتني إيد خزاف ملوش مثيل، صرت في يدك إناء أبيض جميل، أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خل وصديقي، انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خل وصديقي، أنا هستناك في كل يوم رعية، أجي أحكي معاك وأسمع ردك عليا، وتضمني لك يا أبويا وفديا، أنا بستناك في كل يوم رعية، أجي أحكي معاك واسمع ردك عليا، وتضمني لك يا ابويا وفديا، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عينيا امري، وضعفي صار حيره وسكوت وصمتي، اذكر ده تمني وقيمتي، أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أخويا إيميل الوقت بيداهم وبيجري بينا في الوقت، لكن نفسي كان نفسي أتكلم عن الصدمات، إن عدم وجود ملاك الله، لكن أنا ما أعرفش تخطيط الرب إيه. هل لو كان دي في مشيئته نكمل ولا في مشيئته داية اللي باقي ناخد أنا لمحة لا أنا رأيي يعني مش رأيي لكن زي ما يقود الرب، لان في ناس شعب للرب قاعد زعلان او قاعد مكتئب، عايزين ننزل له بالبشاره أمين. الطيبه امين، انها لحظات امين، والسيد جاي امين، ان لحظات وتتفتح السماء زي اللي اتفتحت على استفانوس امين، وشاف امجاد وشاف ان القدير ربنا يسوع المسيح قاعد عن يمين العرش. في أعمال 7:54 أيوه. مشهد كان صادم، هو قال الحقيقة، هم سمعوا، يقول الكتاب افتروا عليه، حنقوا بقلوبهم صروا بأسنانهم. أنا عايز بس المشهد ده أيوه. ما أكثر الذين يحنقوا بقلوبهم ويصروا بأسنانهم، مشهد قتل مشهد موت. يقول الكتاب عدد 55، شخص إلى السماء وهو ممتلئ فرأى مجد الله. مش جاي مش جاي. أكتر مشهد صادم هو ده، إني في مؤامرات حوالين الكنيسة، في أمارات حوالين خطوات الأتقياء والمخلصين، المؤامرات دي عايز يترجمها إبليس، بص كده بصرير الأسنان وحنقة القلب، حنقة القلب وصرير الأسنان، يعني القلب يعني مليان بغضة والأسنان باين عليها الغيظ، قلب مليان بالبغضة، أسنان مليانة من الغيظ، وعيون عايزة تاكل صاحبها، عايزة تفتري عليك، عايزة تاكل الكنيسة. ده أكتر مشهد صادم. بس الحمامة اللي اتكلمنا عليها في أول الحلقة أيوة. أيوة، تخيل لو نزلت وسط كم أسد، وسطيهم كده 5 أسود والعين حانقة والأسنان بتاعت الأسد مستعدة وجايين يفترسوها، نفس المشهد بتاع استفانوس.
فراء مجد الله. أنا الأيام دي بذنبها كده، كل الأشرار والشرير والعدو اجتمع اجتمع اجتمع، بس هلم 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 هلم، نرفع عيوننا لكي نرى مش مجد الله زي استفانوس والكم مشهد غالي، نرى عريس جاي على السحاب. العريس هو العلاج لكل حاجة، وهو خلاص حاجة. جاي يا خيمي، مش جاي، بص ده مش جاي، ده جاي وجاي 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 وجاي، قولوها معايا، وجاي 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 وجاي. انت قلت بشرى سعيدة غير كل مرة كنا بنقولها، وغير كل السنين اللي فاتت، كل ما سنة بتعدي واحنا بنتكلم عن مجيء الرب، لا السنة دي أقرب، لا ده السنة دي أقرب جدا، لا ده السنة دي أقرب جدا، لا ده السنة دي أقرب جدا، ده الشهر ده أقرب جدا، ده الوقت ده قرب جدا 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 جدا. يا خميل انا حاسس ان اللي هيحصل في الضيقه او مبتدا الضيق بيتم طبعا، فده بياكد ده هيحصل قبل، هيحصل بعد الاختطاف، فده تاكيد. ايوه اذا حضرتك بتقول المفروض بعد اختطاف الكنيسه احنا شمينه وشايفينه بعينين ولمسينه، ايوه ده شمينه شايفينه لمسينه، يبقى متى اللقاء؟ الروح القدس يقول حان 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 وقت اللقاء، هنتقابل على سحاب البكت، قريبا جدا قريبا جدا قريبا جدا قريبا جدا. بس أرجوك عشان خاطري بص للشاشة، في ناس ما يكونش الحلقة دي إدانة على ناس باسم المسيح، لا باسم المسيح، لكن تكون نعمة إن نعمة ناس نعمة ناس ترجع وتقبل نعمة. أمين يا أخي، بس شوف العدد الأخير، أنا إناء أسود كثير عليه، لقيتني إيد خزاف ملهوش مثيل، يعني لو قلت على نفسك الكل اللي عايز أقوله، لكن النهاردة هتلاقيني إيد الخزاف اللي عن قريب جاي عشان ياخدنا، هو جاي هو جاي هو جاي، وأنا مليانة الأسبوع ده واللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله، مع ما أراه أسمعه أشوفه أحسه ألمسه، لا ده جاي وجاي 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 وجاي. المشهد الصادم في حاجات هتتغير فيه وفي حاجات مش هتتغير، زي القماشة اللي اتشركت خالص توديها للترزي ملهاش علاج إلا بثياب جديد، والرب عمال يقول الأرض اتشركت، الأرض باظت، بص الأرض باظت، لا علاج ليها، ولا دوليين ولا علميين ولا باحثين ولا متقدمين ولا أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة هتيجي تغير المشهد الأرضي اللي تشرك خالص، بس هو لما يجي هياخد الكنيسة يقول لها يا حمامة مش مكانك هنا، أنت مكانك فوق معايا، ألام الزمان الحاضر لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. القريب لما نتقابل في على السحاب، عارف هتلاقي فيه مؤمنين، معرفش نسمع أصواتهم ولا لا، لكن فيه مؤمنين يقولوا له طولت جدا طولت جدا طولت جدا، انتظرناك من التمانينات من التسعينات، انتظرناك من بداية 2000، طولت جدا. بس هما بيقولوا طولت جدا، بمجرد هو طالع بينا موكب السماوي ده هيقف الكلام في اللسان، وجماله يبهرنا، جماله يسبينا، كل اللي عنده لا مؤاخذة عتاب أو حاجة عايز يقولها، الكلام هيقف، الكلام هيقف، وهنفضل نقول ده جماله بارع بارع. الترنيمة دي اللي كنا بنقولها على الأرض وإحنا طالعين على الساحة، ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور مجهه ساطع ساطع، وهو ساطع على الكنيسة بمجد قادم لاختطاف الكنيسة، لاختطاف المريض اللي عنده سرطان في الكبد، اللي عنده سرطان في الأمعاء، اللي عنده القلب، اللي عنده العظام تعبانة، اللي عنده أمراض في الدم، وهو صاعد المريض ده هيفضل يقوله ده جمالك بارع بارع أجمل، المظلوم اللي جات عليه مؤامرات، الخسران، المتهم، المكسور، المنبوذ، المعزول، حتى المعزول، حتى المعزول هيتقابل في موكب مع حبايبه واخواته واخواته، ويبص للعريس يقول له عشت من العمر معزول يمكن 50 سنة، ما جاش على بالي ابدا ان اللمة دي هشوفها بعدين. هللويا، لمة الكنيسة وجامعة المبدأ. مجدا مجدا، بنشكر الرب لاجل استخدام اخويا ايميل، بنشكر الرب لاجل الاعلانات الالهية، بنشكر الرب لاجل الفكاك السماوية يا رب اللي فكها، نشكر الرب لأجل أخويا بيتر المبارك، نشكر الرب لأجل برنامج يعود فيحينا،
كل اتنين انت انا الرب في مجيئه بيتذاع من 5 لـ7 على قناة الكارما من جمعية بني سويف، وبرنامج صفحة جديدة كل 3 من 5 لـ7 من جمعية بني سويف على الكارما. والحلقة المباركة ديت اللي بننهيها واحنا حاضرين قدام الرب والرب اللي اتكلم، لابد ان احنا نسبح ونهلل للعريس اللي جاي، واخونا بيتر يقودنا في التسبيح. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك، حقق وعدك ابسط لطفك لشعبك مستنيك. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك، حقق بسط لطفك يا شعبك مستني. وتناهى الليل تناهى وتقارب النار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. احنا